للترجي الرياضي والنادي الإفريقي يجدد الموعد مع درب العاصمة للمرة 99 في تاريخ لقاءات الفريقين لحساب البطولة. آلاف الأحباء اختاروا وجهة واحدة، ملعب 7 نوفمبر بيرادس. الكل يحلم بمتابعة عرض متميز وتحقيق انتصار عنده مذاق خاص. دربي يعيش المسؤول ويعيش المدرب ويعيش اللاعب ويعيش الجماهير، تعيش معناها ما نقول الضغوطات، اما تعيش بنوعية اخرى. الجيران على كل حال ديما هذاك اللي يصير، انا اللي اهم من هذا الكل كان المقابلة، تعدى مقابلة طيبة للناس كل. شنو رايك في الماتش اليوم؟ والله يتعدى ماتش حلو برشا، والجمهور اللي حضر استمتع بعروض فنية ان شاء الله. كمال يضر راك تتمنى اليوم راك جيت في اللعبة. صحيح هذا تشوف جمهور اوكي وديربي قدام برسك 60,000 متفرج، ماذا بيا واحد يهبط يلعب عمالة غالب، مانيش حاضر 100%. ان شاء الله الاولاد عادي مقابلة كبيرة وان شاء الله ننتصروا. ان شاء الله جمهور موتي المقابله، خاطر امبورطون برشا الماتش يطلع بكدا الفوق تاو كل شيء بكدا، لورغانيزاسيون الجمهور الكثافه، فهمت؟ ان شاء الله في المقابله تعدى بكدا، ويضري ماشي مقابله مفتوحه ما يضل يطلع ماتش به اليوم ان شاء الله مقلبه. نبيل، شوف فيك متفرد في فورما؟ الحمد لله يا ربي، معايا ركزنا برسا وتاو هدي زبوي يتفرهد شوية قبل ما يدخل التيران، باش يدخل في تركيز نتاع ساعة ونص ولا أكثر من ساعة ونص. تاو يزبوي واحد ينسى شوية المقابلة ويتفرهد ومن بعد يعاود يدخل من جديد في المقابلة. الأحباء الإفريقي ينتظروا انتصار منذ 8 سنين ما حصلش في البطولة. والله بطبيعة الحال التاريخ، انت ما نجموش نكذبوا التاريخ، احنا صحيح 8 سنين للترجي النادي الإفريقي ما تفاجأش على الترجي التونسي، لكن في كل قدم ديما تنتظر عدة أشياء. الظروف اللي عاشها النادي الإفريقي في المقابلات كل اللي سبقت، كي نراجعوا التاريخ نقولوا صحيح، علاش؟ خاطر الترجي التونسي معناها لعب في الفترات الأخيرة كان في انتعاشة طيبة وطيبة للغاية، ومع الصدفة جد كنت أنا في بداية الانتعاشة هذه اللي هي في النتائج مع النادي الإفريقي. معناها آخر مقابلة فاز بها النادي الإفريقي على الترجي التونسي هي كانت معي أنا، أول مقابلة في دربي متاعي مع الترجي هو عام 97 2-1. من هاك التو الترجي الرياضي فاز ديما على المقابلات الكل. معناها ما يجيكش عجب اليوم ننتظروا انتصار الافريقي على الترجي بقياده يوسف زاوي مجدي؟ لا، بقياده المجهود اللعيبه، بتحضير اللاعبين، بتعامل مع المقابله. خالد، يظهر لي كما الترجي الرياضي التونسي لاعبيه قاعدين يحضروا، يظهر لي ايضا للجماهير الترجي عندهم استعدادات كبيره لطرح الدربي. ديما توا العوام الاخر ولات الدربي الفوق والدربي في التيران،
يعني تو كيما عايشناهم قصة سيزار وروما، تو فما قصة نتاع فيلم باهية لافيتا إيبالا، يعني باش يشوفوه تو في ملعب راتس، قصة باهية نتاع الفيلم باش يشوفوها قدام عينيهم، يعني يشوفوها في راتس. نحكيو قداش قعدتوا تحضروا في الاستعدادات نتاعكم، قداش تكلفت معناتها الاستعداد باش تعملوه تو انتم؟ التحضيرات قعدت 21 يوم، والمبلغ والتكاليف حكاية 17-18 مليون. حتى نحن عملنا ثلاثة جماعات هكا تشوف فينا من الستة متاع الصباح، ثم عباد مصبحة تحضر في الدخلة، فمتى؟ كنا نحكيو قداش تكلفت فلوس الدخلة نتاعك؟ فوق 17 مليون. من هوني تو باش تبدا تشوف في البلاستيك كيفاش يبدا هابط، هذه هي القصة يعني اللي باش تراها أنت، فهمت؟ وتشوف لي زوسكار هابطين على الجناب منا ومنا، فهمت؟ تو تزيد تراها أحسن. شكون الدخله نتاعكم انتم بالضبط؟ والله قالب منا والقالب يفبري معناها، ومو غادي يشعلوا كلوب معناها، نحن نحبوا جمعيتنا. حرص كبير من جماهير الفريقين على إنجاح عرض المدارج وتقديم لوحات تجسم حبهم للفريق. اللقاء ينطلق على مدارج درة المتوسط، ألوان متشاكلة وكرنفال كروي يعكس قيمة وعراقة الإفريقي والترجي. الدربي عدد 6 بين الفريقين في ملعب 7 نوفمبر بيرادس، حكم اللقاء باسكوالي رودومونتي من إيطاليا، دولي منذ 1 جانفي 98. للمرة الخامسة في تونس سبق له إدارة لقاء بين الترجي والإفريقي لحساب ربع نهائي الكأس جوان 96. جون جاك تيزي وفرانك أوليفي والجيزاني وكمال الزعيم خارج التشكيلة الأساسية للترجي لأسباب مختلفة، والإفريقي بتشكيلة مثالية. بين صاحب الطليعة وملاحقه المباشر انطلق اللقاء. 4 دقائق لعب، أول محاولة كانت لصالح الإفريقي. في اللمسة الأخيرة باب توري دون خطورة على شباك حمد القصراوي. في بداية العملية جول كيتا وسليتي. الإجابة جت بعد 3 دقائق عن طريق أمين الطيف، يتيح العملية ما تكملش، التمهيد كان من سيفان المحجوبي. لسعد الورتاني حاول من بعيد بعد كرة رجعت من خالد بدرة، ثم المكشر كرة في العمق لتراوري وحمد القصراوي أسبق من مهاجم الأفريقي. 14 دقيقة لعب، كرة ثابتة نفذها خالد بدرة، علي بومنيجري خرجها ركنية تتنفذ عن طريق وليد يكن في القائم الثاني عربي جابر، رأسية فرصة خطيرة للترجي. دقيقة 19 مخالفة للترجي الرياضي، يكن ينفذ فوق مرمى علي بومنيجل. إجابة بعد دقيقة
وسام بن يحيى ينفذ في اتجاه جويل كيتا عملية انتهت دون خطورة. أربعة وعشرين دقيقة مجهود بدني كبير من مراد المالكي، انتبع التمهيد الممتاز لأمين الطيف يسدد والكرة في دين الحارس علي بومنيجر. دقيقة 27 كرة ترجع من العربي جابر بعد مخالفة نفذها جمال الحومة، وسام السلامي يسدد تضرب في سيفان المحجوبي وترجع. مخالفة لدرامان تراوري، السلامي ينفذ كرته جانبية للقائم الأيمن لحارس الترجي. الإفريقي يواصل الهجوم ودرامان تراوري ما يلقاش مساندة من مهاجم ثاني. دقيقة 32 مخالفة أخرى للإفريقي، وسام السلامي ينفذ في القائم الثاني، جول كيتا رأسية بجانب القائم والإفريقي يواصل الضغط. أول انذار في الشوط الأول كان في الدقيقة 35 ضد أمين الطيف. دقيقة بعد والمحجوبي للمالكي ترجع من بومريجل، أحمد بن يحيى لسانتوس رأسية ضربت على العارضة. ثلاثة دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، هجوم الإفريقي كان أكثر خطورة. درامان تراوري لجول كيتا يتبع فيه وسام البكري، يخرج القصراوي تتعدى الكرة والعربي جابر ينقذ الموقف. الوقت الأصلي للشوط الأول انتهى، زوز دقائق وقت بدل ضائع. مخالفة ضد خالد بدرة بعد تدخل على محمد سليتي، نقاش مع الحكم الإيطالي وإنذار لقائد فريق الترجي ومهاجم الإفريقي. أعلن على أثره باسكوالي رودومونتي نهاية الشوط الأول بتعادل الترجي والإفريقي 0-0. ما فماش برشا فرص، ما تبقاش قليلة، لكن جاتنا فرصة ما فماش واقعية. اللاعب انحصر في وسط الميدان ونشوفوا الترجي الرياضي يعني يخرج الكره يعني بصعوبه من المناطق نتاعها. ان شاء الله يعني سي خالد بن يحيى يعني يفيق بالنقطه هذه، وان شاء الله يعني يخرج الكره بسرعه يعني مش يبعدوا الخطر على المناطق، خاطر نادي الفريق نشوفوه اليوم فريق واقف سير تيران، وان شاء الله الترجي يعني يستفيق الشوط الثاني يعني يقدم كره كبيره ان شاء الله. شنو تتصور الحلول اللي تنجم تجي للترجي؟ بالنسبه للحلول ان شاء الله يعني الوسط الميدان يتحرك شويه، يعني خاطر نشوفوا وسط ميدان يعني بطيء شويه، ان شاء الله يعني اذا تحرك الوسط يعني ان شاء الله نجم نشوفوا اهداف للترجي الرياضي ان شاء الله. سيف الله، رينا حوار ثنائي كبير بينك وبين درامان. صحيح. الحمد لله يمكن ما خليتوش حوار مشوق بينك وبين درامان. صحيح ان شاء الله مازال زي ما تو مازال. الترجي تلعب ثلاثه مهاجمين قاعدين يلعبوا في جو ديريكت، خلي زين نحاولوا كي نرجع كره الدوزيام بال، معناها الكره طايحه لازم نحاولوا نستغلوها باش خاطر هما قاعدين ناقصين شويه في الوسط، حاولوا نستغلوهم ان شاء الله نمركيو ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله. علي ذري اليوم ما لعبش في مركزك الاساسي. صحيح، ذولي نمشي بتعليمات المدرب، ذولي كل لاعب لازم يتاقلم بالمركز اللي فيه. كيف روحك اليوم في المركز الجديد ولا؟ صحيح بالنسبه لي انا اول مره، ومعنا ان شاء الله الشوط الثاني. الشوط الاول ما ضرتش بالقديه، ما شوط الشوط الثاني معناها نحاول باش نطبق تعليمات المدرب اللي قالها. الشوط الثاني، أسامة السلامي وسع كورته تضرب فيها كن، والبكري خرج الكرة ركنية. ثلاثة دقائق بعد لسعد الولتاني يرتكب مخالفة على علي الزيتوني، الحكم رودومونتي يرفع في وجهه الإنذار، يمنح مخالفة للترجي. وليد يكن ينفذ في القائم الثاني، العربي جابر الرأسية ينجح في مغارة حارس الإفريقي ويعطي الأسبقية للترجي 1-0. الدقيقة 49 وليد، أربع دقائق في الشوط الثاني، 1-0. والله أحسن سيناريو، معناها ذري مازال 200 نقطة كونسونتري، لا
نعرفوا نادي الافريقي معناها كونه معناها نجم معناها ما شخصيته تكون ضعيفه فهمني، نجم يقبل الثاني ان شاء الله ونحافظوا باش تربيه من غير اهداف ما في حتى شيء سي نورمال ما نسوا فهمني الجمهور هذا كل لازم نمتعوا بالاهداف. C'est un match assez disputé. 12 équipes sont bien en place. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Je pensais que ça va se décanter sur un coup de pied arrêté. Mais j'espère que la deuxième mi-temps, ça va être un peu mieux par rapport au premier. Je pense que les clubs africains sont obligés de réagir. Mais il ne faut pas qu'ils prennent le deuxième but. S'ils prennent le deuxième match, il est plié. Mais je pense que ce n'est pas encore fini. Il va y avoir encore des buts.57 دقيقة ماركوس لأمين الطيف، ترويض ممتاز وكرة تنتهي في دين بومليجن. الإفريقي يجيب، أسامة السلام يوزع في القائم الثاني، سليتي على الطاير يسدد عالية. 59 دقيقة، محمد السليتي لدرامان تراوري، معه وليد يكن، شوفوا الترويض وكيفية التسديد، كرة لمسها القصراوي وضربت على العارضة، فرصة هدف التعادل الضيع. النادي الإفريقي يواصل الهجوم، وسام بن يحيى للسلامي يوزع لتراوري والبحث على هدف التعادل يتواصل. الترجي تسكر لعب الكدا وقاعد يلعب التالي مؤخر برشا، الحل؟ لا، الترجي خذا الأسبقية وقاعد يحافظ عليها، قاعد راجع وراء ويلعب الهجمات المعاكسة، لكن هذا معناه جاء جد مضر اللعب، لأن المقابلة الكل المفروض كانت في النادي الإفريقي هو، بعد الهفوة اللي صارت على كرة ثابتة معناه التركيز ما عادش موجود، وهذا المطلوب. على وقتك سكرت تضيع التركيز، الخبرة متاع الترجي الذي توزي تعمل فارق. المدرب يوسف الزواوي يقحم نبيل المساوي مكان جول كيتا لدعم الخط الأمامي بمهاجم آخر. 65 دقيقة، الإفريقي يتحصل على مخالفة، وسام السلامي ينفذ بدقة رأسية مسليتي على العارضة، ثم وسام بن يحيى في دين القصراوي، فرصة كبيرة أخرى تضيع. نفس الدقيقة تبر عملية تبدأ من الأسعد الورتاني، لمسة رائعة من السلامي لسليتي يسدد بقوة عالية. 70 دقيقة في المباراة، السلامي من بعيد يسدد بقوة، الكرة في دين حمدي القصراوي. معين يضر يترجع أداء الأولاد شوية توا. ولا مش تراجع، خاطر بحكم ما تعرف الكلوب توا خاسرة واحد بلاش، بطبيعة باش تاخذ ريسك باش تقدم، وكل جوار عنده صاحبه باش يقدم يلزم تشارجع معاه، فهمتني؟ معين يضر إذا كنت تكمل لعبة هكا شوية باش تعدل الإفريقي. ما نتصورش، واقفين مليح يضر لي وجواراتنا صعيب باش يعدلوا لنا، فهمت؟ محاولة قام بعد المدرب خالد بن يحيى بتغيير داميان أودي مكان ماركوس. الترجي في هجوم معاكس، دقيقة 80 كرة في اتجاه علي الزيتوني، حوار مع أبو منيجل، حارس الإفريقي ينهي عملية الترجي. 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، نشوفوا مع بعضنا العملية، كرة عند أمين الطيف، يامن بن زكري في المحاصرة، مهاجم الترجي يتيح، الحكم الإيطالي يمنح ضرب الجزاء. أمين الطيف يطلب تنفيذ ضربة الجزاء، يسدد، ينجح ويضاعف النتيجة للترجي 2-0. بلانتي ولا جات تطبيعات؟ لا، لعبت البلانتي خاطر ما عندي حتى سوليسيون، مشيت على الكوستي ما عندي حتى سوليسيون. الترجي يزيد في الضغط،
سوء تفاهم بين المكسر ومنيجل كاد يستغلوا علي زيتوني. الوقت الأصلي للمباراة انتهى 5 دقائق وقت بدل ضايع. مخالفة للنادي الإفريقي تحصل عليها تراوري، سليتي نفذ كورته عالية. الترجي أجاب، زياد البحايري سدد بعد إشارة الحكم لوجود مخالفة ضد دميان أودي، هدف أبيض. ثم مخالفة للإفريقي في التنفيذ، أسامة السلامي، باب توري رأسية ما ينجحش في مغالطة القصراوي. عملية أعلن بعد الحكم الإيطالي باسكوالي رودومونتي نهاية اللقاء بتفوق الترجي 2-0 وهو الفوز رقم 38 على حساب النادي الإفريقي. عدم احترام فير بلاي نقطة تحول متاع المقابلة. النادي الإفريقي ما يجمش يلعب في الحالة اللي هو فيها في الشوط الثاني. النادي الإفريقي يجب يلعب إمكانياته الذهنية الحاضرة. إذا يدخل في متاهات اللي تنكابابل دو غانيه وإلا بيردو يبيرد بلس كو سا على خاطر فما يدي جوار انديسيبليني سور تيران. عندنا برشا اوكازيون مالوغوزمون كيما نقولوا في الكورة يفو ات رياليست. هما عندهم دو تخوا اوكازيون ماركاو دو بوت. لو رياليزم سور تيران سي سا، مش الحكاية لا كونتيتي دو اوكازيون هي عامل ديفيرونس، سي لا كونتيتي دو بوت دان اي بي سي لو رياليزم سي سا. ذري تعبك درمان اليوم تعبني برشا تعبني انا الحمد لله تعبني الحمد لله كتشوف انتصار ونهدي للجمهور هذاك تشوف فيه سي خالد الذري اللي يدير بيه وفاب كل وعوده اليوم. بالضبط الفريقين قدموا مقابلة من ناحية الانضباط التكتيكي ومن ناحية الاندفاع البدني، ذرلي قدموا مقابلة طيبة. النادي الإفريقي بتأسيس المجموعة اللي عنده ذي عندها عامين معناها تلعب عندهم الزوتوماتيزم معناها تحسهم اللي ديفلوبي معناها قلقونا بهم برشا. ونعتقد اللي كان شوف ما نحبش ندمغج على خاطر ربحت اللي بتاتر خلينا نقولوا اللي كان محظوظ واللي كان معناها فيجيلون ورد باله اكثر هو اللي ربح اليوم المقابل. اليوم ربح الترجي وغدو في الدربي نعاودوا الدربي ونجم نعاودوا نخسر شو نقولوا وقت معناها لازم واحد يكون معتدل في تحاليله ونحاول باش ما نطيحش في ليفوري معناها نحاول نكون عقلاني اكثر ما يمكن. خالد اليوم رينا علي زيتوني في يعني مركز جديد يعني قال صعيب شويه ما زلت ما تاقلمش معاه بالقدا المركز. موافقك متحير اكثر اليوم اكثر معناها مكان كان محيرني فوق الميدان عندي خيارات اخرى لكن خليت علي يبدا بالمقابله على التجربه نتاعه ونعرف اللي في مقابله الدربي ما نعرفش كيك احساس معناها يلزم شويه صناعيه نسخ حتى ما يديش هم يفاروا حتى يبدا معناها لياقته والا امكانياته ماهمش 100% اما تحتاج له في ظروف معينه في ضربه راس في صنعه في حاجه هذاك علاش معناها اخترت عليه. الحمد لله قام بواجبه من ناحيه انضباط تكتيكي صحيح معناها فنيا ما عملش مقابله كبيره لكن الحمد لله لقيته معناها تكتيكيا لقيته فوق الميدان. خالد يظهر انتصار في الدربي باش تخليك يعني تخدم في ظروف طيبه يعني باش تكمل العمل اللي بديته.